رحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة رولا شعبان، رئيسة جمعية الإمارات البيطرية وعضو مجلس إدارة الجمعية العالمية البيطرية عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حياك الله دكتورة، سعداء بتواجدت معنا. الله يحييك أستاذ عزيز، وأنا سعيدة في وجودي في تلفزيون الفجيرة لأن أنا بنت الفجيرة. أول شيء نحن نبارك لك، حياك الله في قناة الفجيرة. الله يحييك. مكانك، وكذلك نحن نبارك لك أو نبارك لكم بفوزكم باستضافة الجمعية أو جمعية الكونغرس اللي راح تكون في العام المقبل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. لو تعطينا نبذة عن جمعية الإمارات البيطرية وما هي أهم أهدافها في البداية قبل أن نتكلم عن الكونغرس. جمعية الإمارات البيطرية أسست في عام 2016 تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، وكان الهدف الأساسي من تأسيس الجمعية هو جمع الأطباء البيطريين تحت مظلة واحدة. يمكن إحنا عندنا في كل إمارة الأطباء موجودين ما نعرف عنهم، فهذا كان هدف أساسي، وتشجيع الطلبة والإماراتيين على دراسة الطب البيطري. هي مهنة عظيمة ومهنة إنسانية، لكن ما في إقبال على هاي المهنة. فعلاً، ممكن أنت أول طبيبة إماراتية أتوقع. نعم. إن لم تخن الذاكرة، أول طبيبة إماراتية، أول طبيب بيطري إماراتي تدخلين هذا المجال. دكتورة، شو عن احتضانكم لجمعية الكونغرس اللي راح تكون في العام المقبل وأهمية استضافة مثل هذا المعرض؟ طبعاً إحنا جات الفكرة لما أسسنا الجمعية، كان من ضمن بعض الأهداف اللي فيها هي التواصل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، فكان تواصلنا مع الجمعية العالمية البيطرية وأصبحنا أعضاء في هاي الجمعية. ومن هاي النقطة كان المنطلق، وكانت الفكرة أن إحنا نستضيف هذا الكونغرس عندنا. هذا الكونغرس كل سنة يكون في دولة، يتم التنافس من قبل العديد من الدول لاستضافة هذا الكونغرس. جميل. وكان طبعاً داعم لنا دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبعد أدنك أرض المعارض كانوا يجتمعون معنا، وجهزنا الأوراق اللي قدمناها في الجمعية العالمية، واللي طبعاً حتى استضفنا بعض أعضاء الجمعية العالمية عندنا في الإمارات يشوفوا المؤتمرات، يشوفوا كيف الإمارات وكيف تقدر أنها تحتضن مثل هاي المؤتمرات العالمية. وإحنا طبعاً هاي مو بشيء جديد على دولة الإمارات، إحنا الحمد لله عندنا العديد من المؤتمرات، وهذا المؤتمر كأول مرة في الشرق الأوسط راح يكون إن شاء الله ليه صدى كبير خاصة في مجال الطب البيطري. كانت منافسة شديدة، الحمد لله قدرنا في دولة الإمارات نفوز بملف الاستضافة. كان بسبب مجهودات كبيرة أمانة تبذلها دولة الإمارات في كثير من المعارض، وكان لكم أنتم كذلك دور كبير أنكم تفوزون في مثل هذه الاستضافة. يعني كان من ضمن المنافسين أمريكا والبرازيل، طبعا هاي من الدول الكبيرة التي تستضيف مثل هاي المؤتمرات. وبعد الحين هذا الكونغرس راح يكون يعني للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويمكن للمرة الأولى لايف حالياً في فترة كوفيد 19. راح يقام بشكل افتراضي يعني؟ إن شاء الله. لا شاء الله. مش بشكل افتراضي. واقعي وافتراضي. واقعي افتراضي، راح يكون في بعض الأجزاء منها افتراضي، لكن إحنا إن شاء الله متأملين إنه يكون المؤتمر واقعي بنسبة كبيرة. يمكن من الأسباب الرئيسية إنه يكون افتراضي واقعي يبذل عليكم مجهود كبير. راح يكون في برامج كيف ما ذكرتي افتراضية، وكذلك الرئيسي راح يكون واقعي. ما راح يشكل عليكم ممكن تحديات كبيرة إن شاء الله تعالى؟ والله هو أكيد راح يكون تحدي، بس إحنا الحمد لله يعني معنا شركة أزور برئاسة الدكتور علي الحسني، يعني صراحة الشركة تبذل مجهود كبير بحيث أن إحنا نخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة دائما كما هي متعارف عليها لدولة الإمارات. نعم، بسبب يمكن نجاح دولة الإمارات في التصدي لتفشي فيروس كورونا والجهود اللي الكبيره اللي تبذلها دوله الامارات العربيه المتحده للتصدي، ان كانت محليا او خارجيا، لكن محليا كان له دور كبير انه يمكن نحن نستضيف الكونغرس. طبعا يمكن حاليا احنا بدانا يعني ستيب باي ستيب نحن نوصل للتعافي. الدول تنظر للامارات انها الحمد لله من اولى الدول اللي قدرت انها تسيطر على هذا الوباء. فطبعاً مع الإجراءات الاحترازية اللي إحنا راح نتخذها إن شاء الله خلال المؤتمر، فمتأملين إن شاء الله أنه يظهر بالصورة اللائقة، وأن يكون طبعاً يعني لين الفترة اللي يكون فيها المؤتمر إن شاء الله يكون فيه تعافي كامل بإذن الله. إن شاء الله. ممكن أهم المحاور اللي راح تناقشونها
في الكونغرس في الدورة المقبلة اللي راح تكون في إمارة أبو ظبي إن شاء الله؟ طبعا هو الكونغرس راح يكون فيه 40 متحدث من أطباء البيطريين على مستوى العالم، بالإضافة أن راح يكون فيه 108 من المحاضرات كلها تختص بأنواع مختلفة من الحيوانات، سواء الجمال سواء الخيول الطيور، بالإضافة لمبادرة صحة واحدة اللي هي تجمع بين الإنسان والحيوان والبيئة وأهمية هذه المنظومة المتكاملة. راح يكون بعد خلال المؤتمر في تكريم، هو هذا التكريم مستمر لكل كونغرس. في اليوم العالمي للطبيب البيطري يختارون أحد الدول اللي هي تفوز في هاي في هذه الجائزة، نعم، ويتم تكريمها في الكونغرس، بالإضافة لتكريم بعض الطلبة اللي هم ياخذون منحة من بعض الدول لدراسة الطب البيطري. الطب البيطري. وإحنا يمكن إن شاء الله بإذن الله راح يكون خلال الكونغرس انطلاق ولأول مرة جائزة الشيخ زايد للابتكارات البيطرية. يمكن هذا الجديد في هذه الدورة، راح نعم يطلق جائزة الشيخ زايد لل، لو تذكرين الجائزة؟ للابتكارات العلمية البيطرية. لو تكلمينا أكثر عن هذه الجائزة والتفاصيل اللي يحضر لها. طبعاً إحنا قاعدين شوية بعدنا نجهز لها بطريقة أكبر، لكن رغبة منا إن اسم الشيخ زايد يكون، يعني هو الحمد لله هو حول العالم. وكان مهتم كبير للبيئة المخفوضة. والبيئة والثروة الحيوانية. نعم. فجت الفكرة إن إحنا، وطبعاً بدعم من الشيخ اليازي بن شيخ سلطان بن خليفة، هي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات البيطرية، وشجعتنا على هاي الفكرة إن هاي الجائزة تكون سنوياً وترعاها دولة الإمارات. فعلاً. بحيث إن كل كونغرس في أي بلد، يعني هاي السنة الجاية بيكون في أبو ظبي، اللي بعدها في تايوان، بعدها في الهند، هاي الجائزة تكون هي جائزة مستمرة في كل سنة. نعم. في أي دولة تستضيف الكونغرس. أكيد. وفعلا ترسيخ اسم المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد، خاصه كان مهتم بالبيئه والثروه الحيوانيه بشكل كبير. صحيح. وكان له اهدافه اللي رسمها، واللي نحن الى الان نلامس هذه الاهداف اللي هو رسمها. ذكرتي صحه واحده، المحور اللي ممكن راح تناقشونه. فعلا لو نحن نلاحظ ان صحه الانسان والحيوان والبيئه هي كلها مربوطه في دائره واحده، في اي خلل ممكن لا سمح الله الانسان يتضرر. صحيح. او حتى البيئه تتضرر. أكيد. لو تحدثين اكثر عن هذا الدور وهذا المحور. طبعا احنا عارفين يعني حاليا يمكن لو نظرنا لموضوع كوفيد، هو انتقل من حيوان، انتقل للإنسان، أصبح وباء ثم جائحة. فالإنسان أو مثلا لو قلنا الطبيب البيطري بيحافظ على صحة الإنسان من خلال المحافظة على صحة الحيوان، من خلال البيئة، الزراعة، أكل الحيوانات، كل هاي الأمور مترابطة مع بعض، وهي اللي تحقق مبدأ الصحة الواحدة. وراح يكون للصحة الواحدة محاور أثناء الكونغرس، بحيث أن احنا نتحدث أكثر عنه. يمكن لأنه هي مبادرة جديدة، فكثير من الناس ما تفهم شو يعني مبدأ الصحة الواحدة. فإن شاء الله راح يكون لها محاور، راح يكون في محاور لمنظمة صحة الحيوان، ونشوف آخر ما توصل له الطب البيطري على مستوى العالم إن شاء الله تعالى. لربما يمكن مثل استضافة مثل هذه المعارض العالمية شجع تعريف على الطب البيطري، خاصة للطلبة اللي راح يلتحقون بالدراسة الجامعية، وكل لهم فرصة أنهم يدخلون في هذا التخصص، أو حتى للطلبة الدارسين في الجامعة في تخصص الطب البيطري لهم فرصة أنهم يحتكون وأنهم يتعرفون مثل على مثل هذه المؤتمرات. صحيح. أثناء المؤتمر راح يكون في بعض، طبعا معرض مصاحب راح تكون في جامعات من دول خارجية، وبالتالي طبعا جامعة الإمارات، يمكن حاليا في كلية الطب البيطري في جامعة الإمارات اللي هي كلية الزراعة والبيطرة، في أيضا برنامج في كليات التقنية العليا يخرج أطباء بيطريين لكن تحت مسمى هم فنيين. هذا المجال فتح في دولة الإمارات، ويمكن العجيب أن معظم اللي دخلوا هذا المجال في الدولة هم من السيدات وليس الرجال. يعني هذه راح تكون فرصة لهم أنهم يحتكون بهاي الجامعات، ممكن لاستكمال الدراسة، ممكن رغبتهم للدراسة خارج الدولة، بالإضافة أنهم راح يتعرفون على الأساتذة في هاي الجامعات اللي راح يحاضرون، راح يستفيدون من المعلومات، راح يكون نوع من النتورك اللي تكون بين الطلبة وبين الأساتذة، وأيضا بين الشركات.
راح يكون المعرض المصاحب راح يكون في شركات بيطرية، بعد هذا ممكن يكون لي علاقة بالاقتصاد، الجهات الحكومية هي شريك استراتيجي معنا، يمكن داعم لنا من بداية تكوين الجمعية. عندنا هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأنا أعمل فيها كطبيبة بيطرية، وزارة التغير المناخي والبيئة دعمونا من بداية تأسيس الجمعية، وهم شركاء معنا في هذه المنظومة من أولها لين آخرها. دكتورة، بشكل مختصر، هل في تقصير من المؤسسات العلمية والأكاديمية في إجراء البحوث المتعلقة بالطب البيطري، ولا الأمور على ما يرام؟ لا، في تقصير. يعني ما أشوف إن في عندنا بحوث أو مراكز بحوث تهتم بالمجال البيطري. يمكن أنا في زيارة من حوالي شهر لجامعة الإمارات، أنشأوا كلية جديدة فيها مختبرات على مستوى، وإن شاء الله هم راح يبدون في هاي البحوث، اللي أنا أتأمل إن شاء الله أنها تكون لها التأثير الكبير على مجال الثروة الحيوانية عندنا في الدولة إن شاء الله تعالى. دكتورة رولا شعبان، إحنا سعدنا بهذا التواجد في قناة الفجيرة. أي كلمة أخيرة حابة توجهينها من وجود الفجيرة؟ طبعاً أنتم برنامجكم 7 على 7، وأنا دائماً أؤمن بالوصية 7 للشيخ محمد بن راشد: تواصل وتفائل. فأنتوا الإعلام رسالتنا للناس، فلولاكم أنتوا يمكن الناس ما تعرف عن كونغرس، عن الجمعية، عن أي من المواضيع. وإحنا إن شاء الله يعني نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نخرج بهذا المؤتمر بحيث أن هو يكون واجهة لدولة الإمارات مش أبو ظبي فقط. والله يوفقنا، ومشكورين طبعا على الاستضافة وكل القائمين على البرنامج. شكر موصول لك دكتورة رولا شعبان، وإن شاء الله تعالى كل التوفيق لكم في هذه الاستضافة، ونحن شركاء معاكم وهذا واجبنا، وإن شاء الله تعالى ننجح في هذه الاستضافة وفي استضافة المعارض الأخرى اللي تعطي مكانة دولة الإمارات الحقيقية مكانتها في الحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية بشكل عام. شكرا لك. شكرا جزيلا، مشكورين. شكرا لكم مشاهدين الكرام، عمتم مساء، في أمان الله ورعايته.